السلام عليكم. في بلد يتحول خصومه إلى وطنيين بين عشية وضحاها، ويتحول رموز الفساد إلى شرعية، يبدو الرهان عليها بات أكثر صعوبة في الوقت الحاضر. ولكن الأصعب من ذلك هو رهان الشرعية على ذاتها. فإلى أين تمضي في معركتها؟ وما مقدار ثباتها وتماسكها؟ خصوصا أن هناك من هم في صفوف الشرعية ذاتها من يحاول الانتقاص من شرعية الرئيس هادي ونضال اليمنيين، ويقدم القاتل كحليف في معركته قافزا على كل الجرائم والانتهاكات وحقوق الضحايا. فلماذا لا يوجد سقف وطني وقانوني وأخلاقي يفرمل هذا التجريف لشرعية اليمنيين في رئيسهم ومشروعهم النضالي باستعادة دولتهم؟ بل ويحول دون التماهي مع كيانات مزدوجة في هيكل الشرعية تسعى لتقديم المجرمين كأبطال. حسناً، قبل ذلك، ما هي الشرعية وإلى ما تستند؟ أليست شرعية هادي هي الشرعية الثورية التي أفضت إلى انتخاب توافقي؟ مهمتها الاستجابة لمطالب التغيير والعمل على وجود صياغة حكم جديد وعقد اجتماعي جديد؟ إذن لماذا لا يكون المشروع الأول هو القضاء على الانقلاب؟ والمشروع الثاني استكمال عملية الانتقالية. صحيح، سك الانتخابات ليس سكا مفتوحا، لكن الحرب فرضت صيغة جديدة، ويبقى الحد الأدنى من الشرعية هو الحفاظ على جوهر الثورة ومشروعها، فيما تتعامى أطراف محلية ودولية في كيان الشرعية نفسها عن جرائم الانقلابيين الذين انفض مشروعهم وتفكك تحالفهم. ألا يفترض أن يكون سقف الدولة هو حقوق الضحايا تجاه كل المتورطين، وألا يمر الجنات إلا من باب العدالة الانتقالية؟ سؤال مفتوح أعزائنا المشاهدين، نبحث عن إجابته في مسائنا اليمني لهذه الليلة. أناقش مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ عبد الكريم الأسلمي، عضو مجلس النواب، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عبد الكريم. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك في هذه الحلقة. وقبل أن نبدأ نقاشنا حول هذا الموضوع عن الوافدين الجدد وإعاقة الشرعية من الداخل أيضا، دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. تحول أنصار الرئيس المخلوع إلى طرف في الشرعية، وسرعان ما أصبحوا أبطال. في اليمن وحدها يكافأ القاتل والمجرم بنياشين البطولة، هذا ما يحدث أو هكذا ترتفع الأصوات المنددة من الشارع اليمني. نحن مع ما أوصى به الزعيم. موجات احتجاج جراء القبول المباشر لشركاء الانقلاب ودعوتهم للانخراط في معركة استعادة الدولة دون تطبيق العدالة الانتقالية، أمر أثار حفيظة اليمنيين الذين رأوا فيه تفريطا بنضال 3 سنوات من كفاح شعب أجبر على المضي في المقاومة المسلحة لاستعادة دولته المخطوفة. لا يختلف اثنان على حق الجميع في الحياة والهروب من بطش ميليشيا الحوثي، لكن ليس من حق الجميع الحرب مع الوطنيين جنبا إلى جنب، ولا تزال أيديهم ملطخة بدماء الأبرياء وبفساد عقود في الحكم. الذي بيقاتلوا في تعز إرهاب، كلهم دواعش، والذي بيقاتلوا في المخا دواعش، ولكن هناك رجال، هناك رجال وشخصيات بالقناصات. يقول متابعون إن قبول أنصار الرئيس المخلوع دون محاسبة بعد شراكتهم في تدمير بلد وجلب قاتل إمامي، دون تحقيق سقف العدالة الانتقالية تجاه كل المتورطين في جريمة الانقلاب والغدر بالجمهورية، هو جريمة موازية وعمل ممنهج يفتت ما تبقى من شرعية اليمنيين. اتهامات كثيرة تطال ما يسمى بالقوة الانتهازية التي تأكل عصا الشرعية من الداخل وتعمل على تفتيت الشرعية بالفساد واشترار أدوات الماضي. فاليمنيون لم ينسوا التقويض الممنهج من قبل صالح لدولتهم والذي توج بانقلاب أسود. 3 سنوات حرب من أجل استعادة الشرعية ودحر الانقلاب، غير أنها لا تخلو من سوء إدارة في الداخل ومن حليف يمارس سلوك المحتل في المحافظات الجنوبية ويحول دون بسط الشرعية سلطاتها على كامل الأرض المحررة. الحليف الإقليمي أوجد مجموعات خارج الدولة في الجنوب، ومثلها سيحاول إيجادها في الشمال حتى تتأكل الشرعية وتنتهي كما تقول الشواهد. مؤخرا بدأت مساع جديدة لإنشاء معسكرات بقيادة نجل شقيق الرئيس المخلوع خارج سياق الشرعية وهدف استعادة الدولة، أمر يؤكده تقرير صادر عن فريق الخبراء الدوليين التابع للجنة العقوبات المفروضة على اليمن، الذي وجه سهام النقد للدور السعودي والإماراتي لدعمهما جماعات مسلحة مختلفة تعمل على تقويض سلطة الحكومة الشرعية. وبين انتهازية الداخل ومطامع الإقليم، يخشى اليمنيون من محصلة نهائية تفضي إلى وجود أكثر من حفتر في اليمن وتكرار السيناريو الليبي.
أمام كل هذا البلاء يرى مراقبون أن على الشرعية الالتزام بحل الملفات العالقة والحرب تحت سقف الدولة، وأن تتمسك بالمرجعيات الثلاث، وما دون ذلك يعني أن تطلق الشرعية على ذاتها رصاصة الرحمة. إذن أستاذ عبد الكريم، لو بدأنا بالحديث بشكل إجمالي عن سياسة إضعاف الشرعية، خصوصا السعي لخلق أشكال خارج الدولة، كيف ممكن أن نبدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما فيها شك أنه السلطة الشرعية الآن في اليمن هي سلطة شرعية انتقالية في الأساس. عندما ثار الشباب في 2011 على السلطة الموجودة آنذاك، لأنه كانت السلطة الموجودة قد انتهت شرعيتها بتخليها طبعا عن عوامل الشرعية التي يجب أن تقوم بها. وعندما تشكلت السلطة الحالية هي كانت على أساس أنها ستكون شرعية انتقالية تقود البلد إلى وجود شرعية ثابتة مستمرة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية. قبل أن نصل إلى مرحلة تحقيق الشرعية التي نتمناها، حدث الانقلاب المعروف من قبل جماعة الحوثي وعلي صالح، لأنهم كانوا يخشون من وصول البلد إلى شرعية تعتمد على الأسس الدستورية والقانونية، فحاولوا أن يزيلوا هذه الشرعية ويستبدلوها بشرعيتهم الانقلابية. طبعا فشل هذا المسعى، وتدخلت الدول المجاورة ويعني عملت عملية التدخل العسكري لاستعادة الشرعية والاستكمال العملية السياسية. لكن أيضا للأسف السلطة الشرعية الحالية اللي هي أصلا بالأساس شرعية انتقالية ما زالت تواجه مشاكل كثيرة جدا. من أهم المشاكل اللي تواجهها أن الأشخاص الموجودين على رأس السلطة هذه في شخصياتهم ضعف، ليسوا على قدر المسؤولية. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، مخترقة هذه الشرعية عن طريق فريق معين وتيار معين في هذه الشرعية، ويشتغل ضد الشرعية تماما. العنصر الثالث أيضا من ما يسبب ضعف الشرعية هو أيضا التحالف. التحالف أيضا يبدو أنه ليس لديه رغبة أن تكون هناك سلطة شرعية قوية. ومع ذلك فالشعب اليمني ما زال يخوض هذه المعركة، وهو ليس لديه أي خيار سوى التمسك بهذه السلطة الشرعية الانتقالية حتى وإن كانت ضعيفة وحتى وإن كانت تواجه مشاكل، لأنه ما فيش خيار غير هذا الخيار. نعم، هذا بالنسبة للناس، لكن بالنسبة للشرعية كيف تقبل على نفسها أن تظل يعني أن تجد نفسها في حالة إضعاف دائم؟ يعني نعلم ربما أنها رفضت ما يحدث الآن من إنشاء معسكرات أو تسليم صالح لمعسكر العند، يعني هذه الفكرة التي تحاول الإمارات يعني دائما أن تشق بها عصا الشرعية، أن تشكل خلل دائم في الشرعية، كيف تقبل على نفسها هذا الدور؟ للأسف لأن الشرعية الموجودة الحالية فيها عوامل ضعف كثيرة، في كثير من الأشياء تفرض عليها بالفرض للأسف الشديد يعني، ولا تجد يعني مناص من القبول بها. لكنها في مجال موضوع الآن الساعة، وهو موضوع مثلا طارق، حقيقة لها موقف يعني هي ترفض هذا الكلام، لكنه شيء بسيط. بالنسبة لموضوع طارق، حقيقة أنا بالنسبة لي موضوع لا يخيف، هو شخص أساسا مجرم، قاتل ملوث أيديه بدماء الشعب اليمني، وصعب جدا أن يكون أحد أطراف الشرعية أو أن يكون محرر لليمن، وبالتالي هو سيرفض من جميع الجهات. نعم، إذن دعنا نشرك معنا في هذا الحوار الأستاذ راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية من الرياض. مساء الخير أستاذ راجح. مساء النور، أهلا بك معنا في هذه الحلقة. بداية، يعني أين تقف الحكومة الشرعية من الجهات والأفراد الذين انسلخوا عن الانقلاب ولم يعترفوا بالشرعية بعد ومرجعياتها الأساسية؟ احنا حقيقة في الشرعية موقفنا واضح، ليس من اليوم إنما منذ أول يوم من هذا الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثي. نحن قلناها بشكل واضح وصريح، وأكد عليها فخامة الرئيس عبد المنصور هادي والقيادة وقيادات الحكومة، إنه يدنا ممدودة لأي شخص
يعني يقف ضد هذا الانقلاب ويعلن الاعتراف والالتزام بهذه الشرعية. نحن منذ 3 سنوات نخوض حرب ضروس دفعنا فيها الغالي والنفيس، دفعنا فيها الدماء للدفاع عن هذه الشرعية. من أراد أن ينضم إلينا في خندق الدفاع عن هذه الشرعية فنحن بالنسبة لنا كحكومة وكشرعية نمد يدنا. من يريد أن يواجه أو يقول أنه سيواجه الانقلاب بعيدا عن هذه الشرعية فأعتقد أنه هذا نوع من الانتحار ونوع من مغالطة النفس ومغالطة الشعب اليمني. نحن أيدينا ممدودة لكل من يقف معنا للدفاع عن هذه الشرعية، الشرعية التي انتخبها اليمنيين في 2012 ودافع عنها اليمنيين طيلة 3 سنوات ولا زال هذا هو موقفنا حتى نعم. لكن هذه اليد الممدودة أستاذ راجح، يعني هناك من يعلق أنه كيف يعني أشخاص شاركوا في الانقلاب وشاركوا بسفك هذه الدماء التي تتحدث عنها التي يعني تم التضحية بها لمدة 3 سنوات لتنضم بكل سهولة إلى صف الشرعية وتلوث طهر المقاومة كما يقال. من أعلن أنه سيقف ضد الانقلاب تحت راية الشرعية فنحن نمد يده، نمد أيدينا له. نحن دولة ولسنا عصابة، نحن نسلك سلوك الدولة، الدولة المسؤولة عن كل أبناء يعني هل مجرد انضمامهم نعم هل مجرد انضمامهم يعني هو كفارة عما قاموا به؟ ألا يفترض أن يتم محاسبتهم على ما قاموا به في السابق، عدالة انتقالية ما إلى ذلك؟ من سيقف معنا في الخندق القتال لمواجهة ميليشيات الحوثي تحت راية الشرعية؟ كلامي واضح، تحت راية الشرعية فنحن نمد يدنا له، غير ذلك نحن لسنا معنيين بهذا الأمر. نعم، إذن ما هو تعليقكم حول يعني بيان المقاومة الجنوبية الذي حمل الحكومة الشرعية مسؤولية تواجد شخصيات مثل طارق محمد عبد الله صالح؟ لست معنيا بالتعليق على هذا الأمر. طيب، هل لدى الشرعية رؤية حول استيعاب المؤتمرين الوافدين إلى مناطق الشرعية على أن تكون يعني كما تحدثت الشرعية مظلة الجميع بعيدا عن فتح خط ثالث كما يقال أو جهة ثالثة؟ نحن لا نتحدث عن خط ثالث وتيار ثالث ورابع. نحن الأمور بالنسبة لنا واضحة، لا يوجد إلا مسارين فقط، مسار الشرعية ومسار الانقلاب. نعم، لكن هناك أستاذ راجح يعني أناس هم يعدوا من الشرعية ومنضوين تحت الشرعية ولكنهم يقومون بضرب الشرعية من خلال تصريحاتهم وتغريداتهم والانتصار للطرف المؤتمر الذي انسحب ويحاول تشكيل جهة ثالثة، ما هو موقفكم منهم؟ لم أفهم السؤال. نعم أستاذ راجح، هناك أناس في الشرعية نفسها يعني باسم الشرعية يتحدثون، موظفون مع الشرعية ولكنهم يقومون بضرب هذه الشرعية وبالانتقاص من شرعية الرئيس. لا أحد يحق له التحدث باسم الشرعية إلا الأطر الرسمية والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، غير ذلك لسنا معنيين في الشرعية بالتعليق على كل من يتحدث أو يدعي أنه يتحدث باسم الشرعية أو باسم الحكومة. نعم، رغم أن هذا المنطق غريب، يعني هم موظفون معكم في نهاية الأمر. حتى لو كان موظف هو في الأخير موظف، نحن دولة ولدينا مؤسسات ولدينا متحدث رسمي. ما يعبر عن هذه المؤسسات وعن المتحدث الرسمي هو ما يعبر عن وجهة نظر الشرعية، غير ذلك مهما كان هذا هو فيظل في الأخير موظف مهما كانت درجته الوظيفية ولا يعبر عن وجهة نظر الشرعية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ راجح بادي المتحدث باسم الحكومة الشرعية، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ عبد الكريم، ما هو تعليقك على حديث الأستاذ راجح؟ أنا عندي ملاحظة مهمة على ما أورده الأستاذ راجح بادي، وهي قضية مد اليد إلى كل من يريد أن يقف في صف الشرعية ضد الحوثي. أنا أعتقد أن هذا موقف خاطئ، هناك شخصيات مارست القتل بشكل متعمد ويديها ملوثة بدماء الشعب اليمني وبدماء الشباب وبدماء الثوار وبأدلة واضحة، وشاركت في الانقلاب وكانت تدعمهم إلى وقت قريب جدا. هذا لا أستطيع أني أثق فيه أو أتعامل معه، فكيف بكل بساطة أقول له تفضل تعال وقود معي المعارك؟ حقيقة ما يعني يجب أن نفرق بين نوعين من الشخصيات، في خاصة في المؤتمر الشعبي العام، أو هناك شخصيات سياسية وحتى أمنية وعسكرية لم تشارك في أي أعمال يعني إجرامية، هذه ممكن قبولها وتنضم إلى الشرعية وينظر لها الدور المناسب لها. لكن شخصيات عرفت عنها أنها مارست الإجرام ومارست القتل
هذه أنا أعتقد هذه يجب أن تقدم للمحاكمة فورا، وهذه فيها إساءة إلى دماء الشهداء والشباب. نعم يعني. أستاذ عبد الكريم، ألا تعتقد أن يعني أنه سيتم بهذا الشكل تكرار خطأ الحصانة التي اعترف الجميع أنه كان خطأ منحها لصالح في 2011، بهذا الشكل سيتكرر الخطأ إذا ما قوبل الوضع كما تحدث معنا المتحدث باسم الحكومة؟ للأسف الشديد أن من يسعى ويروج لهؤلاء المجرمين ولقبولهم تحت غطاء الشرعية، مع أنهم أصلا هم غير قابلين للشرعية حتى الآن، يعني هم من يمدون اليد وأولئك لا هم الفريق الذي يسعى إلى إضعاف الحكومة من داخل الحكومة. هذا حقيقة موجود، هناك فريق موجود في الحكومة اليمنية للشرعية، هو من يمد يده إلى مثل هؤلاء ويعمل على كسب يدهم. احنا نعرف أنه يعني في شخصيات كثيرة وطنية لم يهتم بها أحد ولم يسأل عنها أحد، وعندما هؤلاء خرجوا مباشرة أرسل لهم مبعوثين حكوميين لاستقبالهم وترتيب أوضاعهم وتجهيز كل ما يريدوه، مع أنه هناك زملاء لهم سابقين لم يهتم بهم أحد. وهذا يعني فيه إشكال كبير، يعني شرعية الدولة يجب أن تهتم بالجميع إذا أرادت أن تهتم بمثل هؤلاء، وعلى شرط واحد ألا تكون أي أحد منهم ملوثة بدماء الشعب اليمني. نعم، فكرة الإفلات من العقاب أستاذ عبد الكريم ألا تتيح يعني مجالا لكل مجرم يقول أنا سأرتكب ما أردت من الجرائم ثم أعلن ولائي للشرعية وبالتالي سيتم الغفران في حقي بهذا بكل بساطة؟ يعني الآن مثلا من هم منضوون تحت جناح الحوثي سيفكرون بذات المنطق، يعني في لحظة دخول الشرعية يستطيع الجميع أن ينضم مع الشرعية ويعلن ولاءه لها وبالتالي تذهب دماء الأبرياء سدى. هذا الكلام صحيح، ونحن حرصنا من ذو البداية على أن يتم معالجته عبر تحقيق العدالة الانتقالية. لابد من تطبيق القوانين العدالة الانتقالية، وفي تجربة عالمية في هذا الجانب. مثل هؤلاء لا يمكن التسامح معهم إلا عبر يعني معالجة مشكلتهم عبر القانون وتطبيق القانون عليهم. أما فتح المجال واسعا أمام كل من أجرم وكل من قتل وكل من دمر وكل من خرب ونقول عفى الله عما سلف، فهو سيشجع المجرمين أكثر على ارتكاب ما يريدون، ومن ثم بكل بساطة يأتي ويقول أنا تراجعت وأنا تبت وأنا، ويكون هناك له آلاف الضحايا، وسيولد للأسف هذا الأمر الكثير من الثأرات ومن الدماء إذا لم يعالج في إطار قانون العدالة الانتقالية التي عملت بها جميع الشعوب في العالم. نعم، والتعامل كدولة يفترض به أن يكون يعني مبني على مبدأ الثواب والعقاب وليس التسامح بهذا صحيح. الشكل، يعني ربما هذا ليس منطق دولة إن صح لنا القول. طيب أستاذ، يعني وجود طرف أو طريق ثالث أو معسكر ثالث بقيادة طارق تسعى الإمارات إلى تقويته وإلى يعني بث الروح فيه من جديد، وهناك استقبال وربما إعلان الاستقبال كافة من كانوا في الحرس الجمهوري ويودون الانضمام، ما الذي يعني ذلك بالنسبة للتحالف بالنسبة للشرعية أيضا؟ منذ البداية حرصت الإمارات على تفخيخ الوضع السياسي والوضع الأمني والوضع العسكري في الجنوب خصوصا، حيث أنشأت أحزمة أمنية لا تتبع الشرعية وتتبعها مباشرة، وسعت إلى تدعيم ميليشيات خارج إطار سلطة الدولة، وهي الآن تواصل هذا المسلسل للأسف الشديد بمحاولة استيعاب هذه المجموعة تحت ما يسمى بتيار ثالث، لكنني أظنها ستفشل في هذا الجانب بشكل كبير جدا. نعم. كما لماذا برأيك هذا الإصرار على تفخيخ الشرعية، على يعني إنشاء تحالفات خارج إطار الشرعية رغم أن التحالف وجد أساسا لأجل الشرعية ولأجل تقويتها وإعادتها إلى موقعها؟ فيما يخص الإمارات بالذات هي لها أطماع استعمارية، خصوصا في موضوع الجزر اليمنية وموضوع السواحل والموانئ اليمنية، ولن يتحقق مشروعها الاستعماري والبسط الهيمنة والنفوذ إلا من خلال
إضعاف الشرعية وإلغائها تماما. هي فيما يظهر للناس حتى أنها تدعم الانفصال، لكن أنا أقولها ويجب أن يعرفها كل واحد أنه حتى إقامة دولة جنوبية لن ترضى بها الإمارات، ليس حبا في اليمن، وإنما أيضا وجود أي سلطة سواء في الجنوب أو في الشمال هو ضد مشروعها، وبالتالي ستسعى إلى إضعاف الشرعية سواء في الجنوب أو في الشمال، وإلغاء أي سلطة ممكن أن تقف عائق أمام أطماعها الاستعمارية في المناطق الاستراتيجية والحساسة في اليمن. نعم أستاذ، يعني هناك من يتحدث عن وجود مخطط لإنشاء مجلس انتقالي شمالي، ربما ملامحه بدأت يعني بوجود أو بدعم طارق موازي للمجلس الانتقالي الجنوبي، هل يعقل أن يتم سيناريو بهذا الشكل وما موقف الشرعية منه؟ ممكن هم يفكروا بهذه الطريقة، هم يحاولوا يستنسخوا حفتر آخر في اليمن، لكن حقيقة بالنسبة لهذا الشخصية اللي يحاولوا أن يصنعوها ويعني يعملوا لها مكانة، هي غير قادرة، هي شخصية ضعيفة أساسا، كانت لديها إمكانيات كبيرة جدا ولم تستغلها، كان قائد الحرس الخاص، كانت له معسكرات ولم يستطع أن يعمل شيء، لم يستطع أن يحمي نفسه، لم يستطع أن يحمي عمه الشخص الذي كان مكلف بحمايته، وبالتالي هو الآن يعني مجرد أداة في يد الدول الإقليمية تلعب به كما يشاء، ولن يلتحق به أحد، جميع عناصره أصلا قد سلمهم للحوثي، ومن بقي هو خانهم أساسا. نعرف عندما استدعوهم في ما يسموها بالانتفاضة 2 ديسمبر استدعوا آلاف المجندين معهم وتركوهم بدون غذاء، بدون ماء، بدون سلاح، بدون ذخيرة، فريسة سهلة وقعوا في يد الحوثيين، قتلوا من قتلوا منهم واعتقلوا من اعتقلوا، بالتالي لن يصدقهم أحد. والوضع في الشمال لم يعد مهيئ لمثل هذا نهائيا، هناك المعركة في الشمال أصبحت أو في اليمن بشكل عام يعني أصبحت واضحة ومحددة، هناك سلطة شرعية بغض النظر عن مكامن الضعف فيها موجودة وتقاتل على الأرض، وهناك قوة انقلاب هي الذي يعني تتصرف في مناطق معينة في اليمن، وهذا الشخص أو المجموعة لن يستطيعوا أن يدخلوا في لا مكان لهم نهائيا. إذن العمل ضد الشرعية من داخلها أستاذ عبد الكريم، خصوصا يعني من قبل ليس فقط الوافدين الجدد، ولكن أيضا يعني من ربما أظهروا ولاءهم لصالح بعد مقتله وهم بداخل الشرعية، هناك نسف لشرعية هذه، لأداء هذه، لأداء الشرعية، وربما إعلاء من شأن القتلة والمجرمين وأنهم هم من يعني يعيدون البلد بعد الانقلاب، كيف تفسر هذا الأمر؟ لا شك أن هذه يواجه صعوبات كبيرة وتحديات على مختلف الأصعدة، سواء ذاتية أو من الحكومة المحيطة به ومن مساعديه ومن معاونيه، فكل واحد منهم له اتجاهاته وله رؤاه الخاصة وله خريطته التي يعمل من أجل تنفيذها، وكذلك أيضا من القوى الإقليمية وحتى من القوى الدولية تعيقه، لكن في النهاية هو يؤدي الدور المطلوب منه في الحدود المعقولة وفي الحدود الدنيا، يستطيع إلى حد ما أن يرفض الحلول التي ممكن تقضي على الشرعية تماما، وهناك ما زال أيضا رجال في الشرعية يحاولوا أن يساعدوه ويقفوا في وجه هذه المجموعة التي تحيط به وتحاول أن تحرفه عن المسار الصحيح. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ عبد الكريم أن تسعد المشاهدين بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ عبد الكريم. أستاذ عبد الكريم، هناك من يتساءل يعني لما لا يتم دعم يعني أسس حقيقية موجودة في الشرعية وهيئات الدولة مثل البرلمان مثلا، عوضا عن دعم كيانات خارج الدولة تنشأ بمعزل عن الشرعية وبمعزل عن اعترافها. من أهم المعوقات الآن التي تواجه الشرعية هي عدم تفعيل جميع أجنحتها الموجودة. الشرعية مكونة من رئاسة جمهورية ومن حكومة ومن مجلس نواب ومن قضاء ومن أجهزة أمنية وعسكرية أيضا، نلاحظ هناك أجنحة قوية جدا ومهمة يعني مغيبة تماما يعني في الساحة،
خصوصا ان يفترض انه هناك 80% من الارض اليمنيه تم تحريرها ويجب كان ان تفعل فيها جميع اجهزه الدوله. من اهم الاجهزه التي مغيبه حتى الان ولم تتحرك هي البرلمان، مع انه هناك مجموعه كبيره جدا من النواب موالين للشرعيه واعلنوا تكتل خاص بدعم الشرعيه ويحاولون بكل جهودهم ان يعقدوا البرلمان. وما يعيقهم اكثر نقطه كانت هي تجاوب السلطه الشرعيه نفسها يعني مع هذه الجهود. ايضا مثلا السلطه القضائيه نجد انها مغيبه وضعيفه جدا في المناطق المحرره، مع انه من اهم العناصر الاساسيه لتثبيت سلطه اي دوله هي سلطه القضاء. لكن الامور تسير بهذا الشكل. الوضع اليمني معقد بشكل كبير جدا. الشرعية تواجه تحديات على مختلف الأصعدة الداخلية والخارجية، لكن المعركة تسير، وأنا مؤمن وممكن تماما أن الانقلاب سينهزم، والمشاريع هذه سواء الداخلية أو الخارجية كلها ستنهزم أمام إرادة الشعب اليمني وأمام تضحيات الثوار. نعم أستاذ عبد الكريم، يعني بوجود كل هذه الاختلالات وخلق كيانات جديدة وعدم استطاعة الشرعية بإعادة هيئاتها ومؤسساتها كما يجب، برأيك إلى أين تمضي الشرعية؟ هي بهذا الشكل تمضي كما يقول بعض الخبراء أيضا ممكن إلى الكارثة للأسف الشديد. يعني حقيقة يعني هناك ضعف كبير في أداء الشرعية، تسمح لعناصر كثيرة جدا يعني باختراقها بعلمها برضاها، تستجلب من هم كانوا واقفين ضدها إلى الأمس القريب ومعادين أشد العداوة لها ورافضين لسلطتها وشرعيتها، وتريد أن تعطيهم دور كبير ومهم في العملية التي تجري لتحرير الوطن. أيضا الشرعية للأسف من مساوئها أيضا أنه قرارها أيضا يعني بيد دول إقليمية يعني بشكل كبير جدا. في بعض القضايا أيضا الشرعية للأسف الشديد مستسلمة تماما حتى للإرادة الدولية. نحن نعرف أنه فيه محافظات وأماكن مهمة جدا لم الشرعية عندها القدرة على أنها تدخلها وتسيطر عليها، ولكن تعطى خطوط حمراء من قوى دولية. وبالتالي أنا عندما نتكلم بهذا الكلام لا يعني أننا ضد الشرعية نهائيا، أنا بصراحة طبيعي. من الناس الداعمين للشرعية ومن المؤيدين للشرعية، ولا حل لنا يعني ثلاث سنوات إلا للشرعية. لكن أيضا نحن ك يعني شخصيات عامة أو برلمانية داعمين للشرعية ننتقد، نتكلم، نوضح جوانب الخلل والقصور، لا نحابي لا نجامل أحد، ونأمل أنه كثير من الاختلالات هذه أن تسعى الشرعية لتصحيحها. أيضا دور الإعلام مهم جدا في هذا الجانب في كشف هذه نقاط الضعف من أجل تصحيحها. نعم، إذن اسمح لنا أن ينضم أيضا معنا الأستاذ باسم الحكيمي عضو مؤتمر الحوار سابقا من الرياض. مساء الخير أستاذ باسم. اهلا وسهلا، مرحبا اختي الكريمه. اهلا بك استاذ باسم. يعني من المعروف ان الشرعيه تستند على المرجعيات الثلاث ابرزها مخرجات مؤتمر الحوار. هناك اطراف لم تعترف لا بمخرجات الحوار ولا بالشرعيه اساسا، كيف يمكن ان تشكل اضافه؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقه هناك اسس ومرجعيات لبس الثلاث خارطه تحول في اليمن. هذه المرجعيات يعني الان الحرب تندلع وفي كل شبر في اليمن يعني تحت هذه الشرعيه، شرعيه الرئيس هادي والتي قامت على المبادره الخليجيه والتي قامت على اليتها التنفيذيه وعلى وثيقه الحوار الوطني وعلى قرارات مجلس الامن وخصوصا قرار مجلس الامن 2016. هذه الأسس يعني هي التي مثلت خارطة التحول السياسي في اليمن. وبالتالي نحن نقول كما قلنا في فبراير 2011 عندما نزلنا إلى الساحات، هناك انضم إلى الثورة العديد من الشخصيات التي كانت جزءا من النظام، وقلنا حينها أن الثورة لا تمنح حقوق غفران لأحد، بمعنى وفي نفس الوقت يعني لا تمنع أحدا من أن ينخرط فيها، لكن هذا لا يعطي أنها تعطي يعني طوق نجاة دون أي محاسبة. الآن يتكرر نفس السيناريو، هناك العديد من القيادات المؤتمرية على المستوى الدبلوماسي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الإعلامي وعلى المستوى العسكري وعلى المستوى القبري. بعد القضاء على صالح الآن يعني أرادت أن تنخرط في الشرعية. نقول
أن الشرعية لا تمنح حقوق أفراد لأحد، بمعنى من أراد أن ينضم عليه أولا أن ينضم تحت إطار ومرجعية الشرعية القيادة الرئيسية وفقا لأسس ومرجعيات التي مثلت قادة التحول السياسي، وأن أي مسألة الحديث عن مواجهة الحوثي أو أو, أو 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 الوقوف في وجه الانقلاب خارج مرجعيات الشرعية ومن قبيل العبث السياسي ومن قبيل إنشاء كيانات وكنتونات عسكرية خارج مؤسسة الدولة، وهذا عمل فيه عبث يضر في فكرة الدولة ويمنع 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 الوصول إلى بناء الدولة الاتحادية الجديدة، إيجاد هياكل عسكرية موازية للدولة أمر في غاية الخطورة. لذلك نحن نقول أن القيادات العسكرية وأخيرا ويعني مؤخرا سمعنا أن 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 أن, أن صالح أن طارق صالح يعني ينوي أو هناك أطراف دولية وإقليمية تسعى إلى دعمه لإنشاء كيان عسكري خارج إطار الشرعية، هذه الفكرة في غاية الخطورة، سيدفع الجميع ثمنها، نفس السيناريو الذي حصل في ليبيا من خلال دعم كيانات عسكرية مثل حفتر وغيره خارج إطار الدولة، وهو ما أدى إلى التشظي النسيج الاجتماعي وإلى 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 ظهور التمزق في جسد الدولة الليبية. نفس السيناريو الآن يتم استنساخه في اليمن، هناك توجه لكيانات عسكرية خارج إطار الدولة، وهذا أمر في غاية الخطورة، لن يؤدي أولا إلى القضاء على الانقلاب، طالما أن كل كيان عسكري يرى أنه سيواجه الانقلاب بطريقته وبدون مظلة جامعة، أولا لن يتم الانقلاب القضاء على الانقلاب بهذه بفق هذا السيناريو الذي يتم الإعداد له. ثم أن مسألة فكرة الدولة تتراشى في اليمن إلى الأبد، يتم مواجهة الحوثي والانقلاب بهذه الفكرة، فكرة كيانات عسكرية خارج إطار مرجعية الدولة، هذا يعني سيطيب الحرب ولن نعيد الدولة. يعني رأينا الآن ندفع ثمن الترتيبات الأمنية التي تمت في جنوب اليمن، تم إيجاد كيانات عسكرية ومجالس عسكرية خارج إطار الشرعية، أضعف ذلك الشرعية على طاولة الحوار وأمام المحافل الدولية. اليوم المجتمع الدولي يتكلم أن هناك كيانات ومجالس عسكرية في الجنوب لا تتلقى تعليماتها من الشرعية، الآن بنفس الطريقة يتم استنساخ كيانات عسكرية خارج إطار الدولة في الشمال، وهذا أمر في غاية الخطورة، ينبغي على الشرعية وعلى الارتكاز أن يكون لهم موقف شاك. وأمس بالأمس كان هناك موقف لرئيس الوزراء، كان هناك تصريح في غاية الأهمية، تكلم أن من أراد أن ينضم، من أراد أن يواجه الحوثي لا بد أن يكون تحت إدارة وإشراف ورعاية الشرعية بقيادة الرئيس هادي. ما لم يتم ذلك فأعتقد أنه الجميع سيدفع ثمن هذا الخطأ الاستراتيجي الفادح. نعم، كمتابع الأحداث أستاذ باسم، برأيك ما هي أبرز المعيقات الداخلية والخارجية أمام استعادة الدولة تحت لافتة واحدة وهي لافتة الشرعية؟ يعني في تقييم الوضع السياسي والعسكري في اليمن وأسباب المراوحة الحاصلة، يعني هناك أسباب كثيرة تتقاطع وتتفاعل مع بعضها، لكن يعني من ضمنها أسباب إقليمية دولية، ومن ضمنها أسباب متعلقة بعدم يعني بتناقض الأهداف داخل التحالف العربي نفسه، بمعنى أنه أنا في اعتقادي أنه عدم حسم المعركة في الشمال في نهم ليس مرتبط يعني بعدم جاهزية الجيش وعدم قدرته عسكريا على إنهاء التمرد في العاصمة صنعاء وما حولها، الغرض مرتبط بقرار سياسي، هناك ضغوطات، هناك فيتو مفروض على العملية العسكرية من قبل اللاعبين الدوليين، يعني الموقف الامريكي يعني هو لا يريد القضاء على الحوثي قضاء كاسحا، لكن اعطى ضوء اخضر لعمليات عسكريه محدوده حول اطراف العاصمه صنعاء وفي الساحل الغربي حتى يرضخ ميليشيات الحوثي وتجلس على طاوله الحوار، لكن الاوروبيين والامريكان يعني لا يريدون القضاء الكاسح بالمعنى العسكري على ميليشيات الحوثي. برضو لنكون يعني اكثر دقه، التحالف نفسه يرى انه كما سنتكلم بكل شفافيه بكل وضوح، يرى أن القوات العسكرية التي تشكلت حول العاصمة صنعاء في مارب وفي نهم وفي ميدي وفي دوف تتبع فصيل سياسي معين في المشهد السياسي اليمني، وبالتالي حسم المعركة في ظل ميزان القوة التي تشكل حاليا في شمال اليمن سيعني أن تسليم العاصمة صنعاء سيكون لفصيل سياسي معين، وبالتالي أحد أسباب المراوحة وإطالة أمد الحرب في اليمن ضمن استراتيجيات يعني إعادة هندسة المشهد العسكري وإيجاد مراكز قوى عسكرية بحيث لا تكون الغالبة لطرف. هذه سيكون لها تكلفة كبيرة جدا على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي، لأنه يعني كما يقال هناك مثلا في عند الهنود يقال أنه يعني التحالف نحن نقول من هذه الهواجس يعني سيكون تكلفتها كبيرة جدا، توازنات ما بعد صالح خطيرة وحساسة، أي تأخر الآن في حسم المعركة مع ميليشيات الحوثي يعطي
الميليشيات الحوثي هامش أمان لترتيب اليمن وترتيب شمال الشمال بطريقة يعني إصنع عشرية جاروسية. اليوم الحوثي يتجذر اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا في العاصمة صنعاء وحول العاصمة صنعاء. اليوم الحوثي يقوم بدورات تدريبية ثقافية للقبائل المحيطة حول العاصمة صنعاء. إذا تم أدلجة القبائل المحيطة بالعاصمة صنعاء يعني بدورات مكثفة في المعسكرية الجارودية سيكون استحالة دخول العاصمة صنعاء. نحن مع سباق مع الزمن، ينبغي سرعة المعركة وعدم لأنه عدم تحرك الجيش الآن باتجاه العاصمة صنعاء يعطي الحوثي هامش أمان لترتيب الوضع في العاصمة صنعاء بشكل أمني وثقافي واجتماعي بشكل أكبر. اليوم الطريق سالك إلى صنعاء ثقافيا واجتماعيا وسياسيا وعسكريا، ينبغي أن تستغل الفرصة وإن كان نعم لكنها لم تستغل حتى الآن أستاذ باسم، برأيك لماذا؟ يعني الجميع ربما كان يقول أنه بعد القضاء على صالح من قبل جماعة الحوثي وانتفاض النصر في الداخل كانت الفرصة مواتية تماما للشرعية، لما لا تستغل مثل هذه الفرص عوضا عن تأمل الموقف؟ يعني الجميع يلاحظ أن الشرعية هي فقط تقوم بدور المتفرج، لا تقوم ب يعني القيام بأي خطوة مسبقة، إما أن ننتظر رد الفعل من خلال تصريحات وبيانات، ولكن عمليا على أرض الواقع لا تقدم على أي خطوة. وهذا يرجع إلى السبب الذي قلت لك، يعود السؤال يعني لماذا يتم الآن هناك أطراف تدعم صالح طارق صالح نحو اتجاه بناء يعني ميليشيات وجيش خارج مؤسسات الدولة؟ لأنه يعني كانت هناك بعض الأطراف الإقليمية، نقولها بكل وضوح، ترى أنه لابد من إعادة هندسة المشهد العسكري، بمعنى أنه كان يتبنوا خيار إعادة صالح أو ابن صالح إلى المشهد يتولى مواجهة الحوثي، ثم يكون معادل موضوعي للقوات التي تشكلت في مأرب وفي نهم، الذي ترى بعض الأطراف الإقليمية أنها تتبع فصيل سياسي. اليوم بنفس الطريقة يتم إعادة طارق صالح إلى المشهد والدفع نحو يعني إنشاء له. نعم يعني الإشكال يا أستاذ باسم أن من يعني يريد إعادة طارق للمشهد هو أحد أطراف التحالف الذي يفترض بأن يكون أكبر المستفيدين من عودة الشرعية، خاصة أن الحرب طالت وهو متضرر يعني طول هذه الحرب. يعني الأطراف تضرر، الأطراف داخل التحالف العربي ليس بنفس المستوى، يعني هناك أطراف يعني تتضرر بشكل كبير. المملكة العربية السعودية تقدم تضحيات كبيرة، تقدم خسائر كبيرة جدا، لأنه اليمن هو عنق استراتيجي للمملكة العربية السعودية. تأثير المملكة في الملف اليمني أعمق وأشمل وأكبر من الدول العربية الأخرى. لكن بعض الأطراف يعني لا تلقى هذا، يعني لا يهمها إطالة أمد الحرب في اليمن، بل ربما من وجهة نظرها قد يمثل استنزاف لأطراف عربية داخل التحالف العربي ضمن الصراع داخل البيت العربي نفسه. يعني هناك تفاصيل وكواليس تدور في هذا الاتجاه، لكن أنا أقول أنه 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 مسألة اللعب على التوازنات واللعب على إعادة هندسة المشهد العسكري يعني من خلال إطارة المعركة هو لعبة في غاية الخطورة، لأنه الحوثي الآن يلعب على مسألة تغيير الهوية في الشمال. الحوثي اليوم يغير الهوية في الشمال، يغير المناهج، يغير الجغرافيا، يحاول أن يسترقي ما في ذهنيته حول ما كان محسوب للمجد الزيدي للأئمة، يغير الهوية، يغير المزاج، يغير المناهج، هذا أمر في غاية الخطورة. القبائل حول اليمن يعني تاريخيا قبائل طوق صنعاء هذه قبائل برجماتية تتعامل برجماتية، بمعنى أنها تسلم للأقوى. إذا تقدم الجيش الوطني إلى أطراف العاصمة صنعاء ستنقلب هذه القبائل ويعني مع الجيش الوطني، لكن إطالة أمد الحرب هذه القبائل سيجري إعادة هندستها ثقافيا، ستتغير بنيتها الفكرية والثقافية وستصبح 12 جارودية يصعب بعدها تفتقد المشهد الاجتماعي في الشمال. لذلك أقول الوقت أمر في غاية الأهمية. نعم شكرا جزيلا لك باسم الحكيمي عضو مؤتمر الحوار سابقا، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ عبد الكريم. أستاذ عبد الكريم، طرح الأستاذ باسم نقطة مهمة وهي مسألة القبائل التي حول صنعاء. لو كان يعني تم الإسراع في مسألة حسم المعركة كانت بالتأكيد هذه القبائل ربما يعني تدين بولائها للشرعية، ولكن ما يحدث الآن يعني طول أمد الحرب بهذا الشكل لأن هناك إعادة لهندسة القبائل كما وصف الأستاذ باسم ثقافيا، هناك دورات تقام لهذه القبائل، بالتأكيد سيحدثونهم عن العدوان وكيف قتلنا وكيف شردنا وكيف، متناسيا تماما أنه كان السبب في كل ما حدث. يعني هل تدرك الشرعية قيمة الوقت في مثل هذه اللحظات؟ الشرعية كونها أجنحة مختلفة، هناك مؤكد أن الجناح يدرك هذا،
لكن في أجنحة أخرى تعمل على إعادة. من هو الجناح الذي يدرك؟ لا يفترض يعني أن يكون هو له دور مؤثر. حقيقة هناك لا نستطيع أن نقول أن الشرعية كلها متماهية. نعم. الشرعية هي تيارات وأجنحة مختلفة. هناك تيار واحد هو الذي يحاول إعاقة العمل في إطار الشرعية ويعطي العدو مجال وفرصة فيها. لكن فيما يخص موضوع القبائل طوق صنعاء حقيقة أنا لا أعتمد عليها كثيرا، ويجب أن لا تعتمد عليها الشرعية. ونعرف أن الرئيس المقتول علي صالح حاول أن يعتمد عليها وفي الأخير خذلوه، وهم فعلا في النهاية سيسلموا لمن هو أقوى ولمن يتغلب. في موضوع تغيير الهوية والثقافة اليمنية، الحوثي بكل تأكيد يسعى إلى تغيير ثقافة المجتمع اليمني بكامله، وليس فقط القبائل المحيطة بصنعاء، وإنما حتى القبائل الشافعية أو المناطق الشافعية التي ليست هي زيدية يحاول أن يصبغها بهذا الصبغة الدينية المذهبية التي يستطيع من خلالها أن يتحكم في الناس. لكن كل هذه الأشياء هي ستنتهي وتذوب إذا تحركت الشرعية بالشكل السليم. ومتى ستتحرك الشرعية بشكل سليم؟ في ظل تعاون حقيقي من دول التحالف المساندة لها، ودول التحالف المساندة لها للأسف الشديد لا نجد منها جدية حقيقية. أصبحت أمور الشرعية بشكل كبير بيد التحالف. للأسف الشديد نجد أن دول التحالف تنتقد إيران وتدين إيران لأنها تدعم ميليشيات في اليمن، بينما هي تقوم بنفس العمل في مناطق محررة في اليمن، تنشئ ميليشيات وتدعمهم بدون حياة وبدون خجل ضد السلطة الشرعية. فالأمرين متساويين، سواء ما تقوم به إيران أو ما تقوم به هذه الدول في دعم ميليشيات خارج سلطة الدولة. نعم. إذن أستاذ عبد الكريم، يعني تتحدث ربما عن تيار واحد فقط هو من يعيق الشرعية، 3 سنوات الآن، يعني ألم تدرك هذا التيار الشرعية بعد؟ ألم تجد في أنه دائما من يعني يعيق خطواتها، ويعني له دور مؤثر أيضا إعلاميا و يعني داخليا في مسألة هذه الإعاقة، في مسألة توصيف أو استنقاص من شرعية هذه، في نقاط كثيرة معينة يعني لا يعقل لم تدركها بعد الشرعية؟ المشكلة الشرعية أنها لا تعمل عمل مؤسسي حتى الآن. هي لا يعني لا تشتغل كطاقم موحد في إطار مؤسسات فاعلة، وإنما تشتغل بشكل فردي، رئيس الحكومة بمفرده، رئيس الجمهورية بمفرده، نائب الرئيس بمفرده، وبالتالي كل الجهود لا تصب في مكان واحد، الجهود مشتتة. وهناك من يحرص على أن يستمر الوضع بهذا الشكل، لأنه لو كان هناك عمل مؤسسي للسلطة الشرعية لكنا قد وصلنا إلى مرحلة إنجاز كبيرة. وبالتالي الخلل للأسف الشديد سيستمر، وهناك قوة تسعى إلى فرض هذا الخلل في إطار الشرعية حتى تتمكن من إضعاف الشرعية طوال فترة المعركة، لأنه هذا أيضا سلاح من أسلحة الأعداء، أن الشرعية تظل ضعيفة منهكة، قرارها غير موحد، أجنحتها متصارعة، مصالحها متضاربة، وهذا يخدم في النهاية الأعداء، ويخدم أيضا الدول التي لها مطامع ولها خطط وأجندات خاصة في اليمن. نعم. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الكريم الأسلمي، عضو مجلس النواب، كنت ضيفنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.